اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خاتم النبيين، السلام عليك يا سيد المرسلين، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أبا الفضل العباس يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكة المقربين وأنبياء المرسلين وأباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغدى وتروح إليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتسليم والوفاء والنصيحة لقلب النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المعتزم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم. السلام عليك أيها الأب الصالح المطيع لله ورسوله وأمير المؤمنين والحسن والحسين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله إنك مضيت على ما مضى إليك البدريون المجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرته أوليائه.